FM. الكلمة ليك. الخليفة والحاكم والسلطة، السلطة السياسية عينت ناس باش يركحوا القرآن ما يتقراش. نعطيك عليه مثال، مثلا جات قراءة عجيبة وغريبة، توا كان نقولوها مرة أخرى، توا سي منير الباجي وسي بطيخ وجماعة يقولوا كفرت، أما كانت تتقال في القرن الأول، كانت تتقال في القرن الأول المعتزلة، كانوا يقولوا حاجة بسيطة جدا، أنه لا يمكن أن يكون لله شفتين وحنك وكل باش يتكلم، ذهب خرج إلى آخره، وإنما المعتزلة تقول وعاود كلمها طه حسين دخلوا فيه دخلة كبيرة ونحوهم الوزارة، يقول وإنما محمد رسول الله يتصل بالوحي بالمعاني ثم يصوغها بلغة قريش. هذه المعتزلة وهذا طه حسين سنوات الأولى من القرن العشرين. إذن هذوكم جمدوا الحكاية، خلوا أن القرآن يتلى فقط، وزادوا هلكوه ونقول هلكوه بميكانيزم نتاع نسخ منسوخ. مثلا شو النسخ؟ معناها ربي قال كلمة بعثها الرسول وتكتبت في النص والتو مكتوبة أما بطل منها ندم عليها. نعطيك مثال معروف عنا ياسر، الناس كل يعرفوه، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تكلم وفقيه قولك حاسر عليك شبه، لا نسخت. كيفاش نسخت؟ نسخت بأية السيف، واقتلوهم حيث ما وين تلقاهم اقتلوهم المشركين وهم حيث قتلتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم. هذاك مسألة تعمية، حشاك تعمية باش يقول لك ان القرآن مش ظرفي. وقت يحكي على هذه في التوبة، سورة اقتلوا المرصاد وشدوا في الكثبان واطلعوا لهم في الكثبان الى اخره، يحكي على معركة معينة. ما يحكيش على ربي ربطك إلى يوم ما يبعثون بهالحكاية هذه. هذا هو اللي نقصنا احنا، والهدف متاع القرآن ما هوش المسلم، ما هوش المؤمن، ما هوش حتى، وإنما الهدف هو الإنسان. شوف ذكر كلمة الإنسان في القرآن ما فيها حتى وصف، لا هو سكرنكاتي لا هو بوذي لا هو حتى شيء، الإنسان إنسان فقط. الكلمة ليك.